بسم الله. اليوم عندي سلطة آسيوية من أندونيسيا، سلطة جادو جادو. زي ما تشايفين الخضار عندي كرنب أحتاج وجزر وفاصلية خضراء وخضار أندونيسية اسمها سانكو، وعندي هنا كمان فول سوداني بس هذا حق أندونيسيا كده صغير مو زي حقنا اللي نعرفه كلنا. وعندي هنا كمان فول سوداني بس هذا حق أندونيسيا كده صغير مو زي حقنا اللي نعرفه كلنا. واللي ما تقدر تتحصل على الفول السوداني الاندونيسي ممكن البينات بتر هذا اللي انتم شايفينه عوض عنه. واحتاج كمان كشنبة اللي هي احنا نسميها حلبة عندنا، هذه حقت اندونيسيا برضه موجودة في السوبر ماركت الاندونيسي. واحتاج كمان حبتين خيار وهذا بهار اندونيسي اسمه كونشي، وكمان كميري. الكميري زي ما انتم شايفين يشبه القعقع حقنا، بناخد منه 4 حبات نحتاج للصوص اللي حنسويه. وعندي كمان فصين توم وبيضتين بأسلقها، وعندي كمان صويا صوص اخد منها 3/4 ملاعق، وكمان عندي جنجر جنزبيل. الكرنب اقطعه بالطريقه هذه زي ما انتم شايفين، ابغاها بالطريقه كده يكون حجمه زي ما قلت. لما تقدر تجيب اللوز الاندونيسي عندها البينت بتر عوضا عنه، وكمان تستخدم معاه صويا صوص. هذا هو الصويا صوص، تحل البينت بتر بالمويه كانها بتعمل الطحينه وتحط عليه لغايه ما يصير لونه بني شويه. عندي الخضار هنا جاهزه، الكرنب وعندي الفاصليه والجزر، وعندي كمان سنكو الخضار الاندونيسيه، عندي حبتين خيار مقطعه زي ما انتم شايفينها شرايح، وبيضتين مسلوقه. البهارات عندي كزبرة ناشفة شوية وملح وشوية فلفل أسود، وعندي بصل وجنجر وكميري وكونشي، كمان عندي فصين توم. البهارات هذه كلها هحطها في مطحنة البصل وهعمل منها خليط، وعندي كمان الكشمبة، الكشمبة هذه ما أسلقها. الفاصلية والكرنب والجزر هذه كلها خضار هسلقها نص سلقة. زي ما انتم شايفين عندي هنا اللوز الاندونيسي هحطه على نار احمسه لغايه بس لونه بني، ما اغمقه عشان لا يعطيني مرق. زي ما انتم شايفين بحمص اللوز لغايه بس لونه بني وابشره واعمل منه خليط اطحنه. هذا اللوز عندي خلاص خلص، ودحين اقشره واطحنه في الخلاط. شايفين سلقت الكرنب والجزر والفاصلية والكشمبة حطيتها في مصفى وكبيت عليها موية حارة شوية. عندي اللوز بعد ما حمصته قشرته وصار اللون هذا كده، دحين هحطه تاني مرة في الطاوة وحمصه كمان شوية ازود. زي ما قلت قبل كده الا ما تتوفر لها اللوز البينت باتر تحله بالطريقة هذه وتحط عليها صويا صوص نفس اللون ونفس السماكة اللي انتم شايفينها. حطيت ملعقة زيت هنا وحط اللوز حمصه كمان 5 دقائق اديله لون بني شوية كمان اكثر. هذا اللوز عندي بعد ما حمصته في ملعقة زيت لمدة 3 دقائق اداني اللون هذا وحاطحنه في الماكينة واخلينا. هذا اللوز بعد ما طحنته شوفوا كيف، دحين هحط له موية اضيف له. شوفوا اللوز مرة ريحته لو تشموا مرة جميلة، وصار زي البينت باتر حق القوارير اللي بيجينا. حليت اللوز بالطريقه هذه وححط له ملعقتين صويا صوص عشان اديله شويه حلاوه، لانه عشان فريش ما في حلاوه ابد. هذا خليط اللوز عندي جاهز بعد ما حليته بمويه وكمان ملعقتين صويا صوص عشان اديله شويه حلاوه فيه. اضيف له البهارات اللي عندي واقلب، وبعد كده اوريكم كيف اسوي الخلطه اكملها. في الطاوة زيت وحطيت الحاجات اللي انا طحنتها البصل والثوم والكونشي والكميري والجنزبيل لغاية ما ترتبك عشان احط اجل ترتيب الخضار. اول مرة احط الكرنب من الخارج، وبعدين هحط الخضار الثانية دي سينكو. ارتب الجزر علشان الالوان تديني يعني منظر احلى. احط الحين الخضار الاندونيسية اللي قلت اسمها سانكو،
وبعد كده هحط الفاصوليا الخضراء. حط الفاصوليا الخضراء في الوسط، وبعدين تيجي عندي الكشنبة احطها. طبعا الكشنبة في كثير ما يحبوها، فحاول احطها من جهتين بس عشان اللي ما يحبها يصير يقدر ياخذ من السلطة. عند البيض المسلوق هرصه بالطريقة هذه في الطبق، وكمان هحط شرايح الخيار. شرايح الخيار هرتبها حوالين الطبق كله. هذا ترتيب الطبق النهائي الجادو جادو. طبعا في النهاية لما نحط الصوص ينحط عليه كمان كروبوك. انتوا شايفين ما شاء الله، لو تشوفوا الريحة مرة حلوة. احط عليه اللوز اللي طحنته وخليته بالطريقة هذه، اخليه 5 دقائق. الصوص زي ما انتوا شايفين، اللي يحط عليه يحط فلفل حار، شطة يحط، انا ما حطيت هنا لانه ما عندي، ما يحبوا الفلفل. هذا الصوص عندي خلاص جاهز، وهذه سلطة القادو قادو. أتمنى أنكم تجربوها، وبالعافية والهنا.